اما هلا رشا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم. اسبوعيا دائما بيكون عندنا حصه لنحكي فيها عن مشاكل كثير بيعانوا منها المدرسين، ونخصصها دائما بمندوب عن وزاره التربيه لنحكي كثير من التفاصيل. اليوم بلش الشتاء، تجهيزات المدارس، كثير من الاساتذه المتقدمين كمان ليكونوا اساتذه عندهم كثير من الاستفسارات، تحديد مركز العمل، التامينات، كثير من التفاصيل بنحاول نضوي عليها لانه هو قطاع واسع وفي شريحه كثير كبيره من المجتمع تعمل في هذا القطاع. اكيد نور، ودائما المعلم عم يتحمل الظروف الاصعب، وخاصه بموضوع المواصلات والتوطين بنشوف مناشدات كثير، اسئله كثير وصلتنا على برنامجنا وعبر صفحتنا على الفيسبوك، في استفسارات كثير حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم الاستاذ آصف زيدون مدير التربيه المساعد لشؤون التعليم الثانوي. يسعد صباحك استاذ واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. لما قلنا دائما كل اسبوع بنذكر على صفحتنا انه معنا حدا من وزاره التربيه لنحكي عن كثير تفاصيل، دائما بيجي الاستفسار عن تركيز عن موضوع تحديد مركز العمل، فخلينا نبلش يعني هلا تحديد مركز العمل ايمتى بلش التقديم عنه، كيف رح يكون التقديم، كيف بيتم تحديد مركز العمل، لانه هي نقطه يمكن تشغل بال كثير من المدرسين، لانه بنعرف اول ما يتعين المدرس اول 5 سنين بده يخدم لحتى ينتقل لمحافظته او للمنطقه اللي هو لحتى يكون قريب، وبنعرف نحن مشقه المواصلات والتكلفه والراتب ما انه مستاهل يعني لحتى كمان المدرس يقدر يقضيها كمان مواصلات، فخلينا نعطي شويه امل لكل المدرسين اللي عم يتابعونا. يسعد صباحك مره ثانيه. اهلا وسهلا. بقانون العاملين الموحد ممنوع النقل لبعد 5 سنوات من تعيين بأي خارج المحافظة، في الحرب الكونية التي شنت على سوريا ظهرت حاجة ملحة لنقل بعض الزملاء المدرسين وخارج وزارة التربية في باقي الوزارات، وظهر ما يعرف بتحديد مركز العمل لاستيعاب الكادر الذي هجر من المناطق التي ضربها الإرهاب التكفيري في بلدنا الحبيب سوريا، لذلك كانت حاجة ملحة لبعض وزارات الدولة لاستيعاب كوادرها والمحافظة عليها بنقلها إلى المناطق الآمنة، فكان تحديد مركز العمل. حاليا تحديد مركز العمل منوط بقرار من السيد الوزير، وهناك وعد من السيد وزير التربية بأن تحديد مركز العمل سيكون خلال العطلة الانتصافية، ولكن هناك حالات خاصة لذوي الشهداء، لذوي المصابين الحرب، وأيضا لأزواج أو زوجات العسكريين. هذا الأمر الملح الذي ترى فيه وزارة التربية أهمية ملحة لاستيعاب هؤلاء في المحافظات وتحديد مركز عملهم في محافظاتهم الأصلية. ما فينا نعطي اليوم وعد؟ قرار من السيد وزير التربية بس بعد العطلة الانتصافية إن شاء الله. الوعد من السيد وزير التربية بأنه في خلال العطلة الانتصافية سيتم فتح تقديم إن شاء الله. خلينا نروح للوكلاء المثبتين، عم يسالونا اليوم ايش هم قادرين انهم يحصلوا على اجازه سنويه، وعم يسالوا عن الترفيعه وخاصه الاشخاص اللي اتبعوا الدوره. الوكلاء المثبتين يمرون بمرحله اختباريه مدتها 2، هو هلا حاليا اسمه معلم متمرن، بعد ان تنتهي فتره التمرين التي يمر بها، وهو خلالها هؤلاء او هذه السنة والسنة الماضية قد خضع لدورات خلال العطلة الصيفية لدورات مهارات ودورات لرفع السوية ورفع الكفاءة التعليمية لدى زملائنا الوكلاء المثبتين، لذلك بعد أن يصبح مدرس من داخل الملاك ويجتاز فترة التمرين يحصل على كامل حقوقه الإدارية والمالية. هلا وردتنا بعض الاستفسارات حول فينا نقول تهيئة المدارس، يعني نحن بنعرف انه عم نعاني من انقطاع كثير بالكهرباء، لكن بنعرف مع الشتوية ببلش تعتم بكير، كيف عم تكون تهيئة المدارس خصوصا بالقرى والمحافظات؟ في كثير من الاستفسارات عم تقلنا احيانا بتكون موقع الغرفة للطلاب بموقع مثلا بالمدرسة مظلم وما في كهرباء، فهون كيف الامور عم تتم؟ وزاره التربيه تعمل منذ فتره طويله لتامين
معظم المدارس بالطاقة البديلة عبر مدخرة ولدات في القاعات الصفية لتأمين الإنارة الكافية لهذه الصفوف خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. أيضا هناك خطة عمل في وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الكهرباء للاستفادة من الطاقة البديلة الموجودة في بعض أو على بعض أسطح المدارس، وحاليا يتم العمل للتوسع ونشرها بشكل أفقي في معظم محافظات ومدارس القطر العربي. إن شاء الله، وكثير اليوم مهم المجتمعات الأهلية تكون مشاركة يعني ولو بجزء. خلينا نقول هناك توجه من وزارة التربية للتعاون مع المجتمع المحلي والتشاركية في دعم مدارسنا، وفي كثير من المناطق قام المجتمع المحلي بتأهيل بعض المدارس وتأمين مستلزمات العملية التعليمية. مشكورا. إن شاء الله. خلينا نروح لمسابقة وزارة التنمية، المسابقة المركزية. خلينا نحكي عن اليوم الناجحين وعن موضوع التعيين لصالح وزارة التربية. شو اليوم بخصوص هدول الأشخاص اللي نجحوا بالمسابقة؟ طبعا التعيين وفق الشواغر التي حددتها بطاقة الوصف الوظيفي لكل متسابق تم تعيينه بطاقة وصف وظيفي تحدد العمل الذي تم تعيينه من أجله والمنطقة التي تم تعيينه بها، وهناك بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على أن يعين الناجحين في المناطق التي وردت في بطاقة الوصف الوظيفي لاستيعاب جميع هؤلاء. حاليا نحن في تربية دمشق في طور توقيع العقود ونستوعب هؤلاء الناجحين عبر ما يعرف بالوكالة الاختصاصية ريثما تنتهي الإجراءات الإدارية لتعيينهم بشكل رسمي وصدور قرارات التعيين بشكل رسمي. دائما الوقت بيراهن عليه. نحن نستوعب الجميع بما يعرف بوكالة اختصاصية. سيد وزير التربية أصدر تعليمات باستيعاب الجميع بما يعرف بالوكالة الاختصاصية يتقاضى راتب شهري وليس أجور ساعات تكليف. بما أنه عم نقول يتقاضى راتب شهري، هالراتب ما كتير محرز، الكل بيقول ما كتير محرز وما زالك هذا واقع للأسف وفي التزام كبير. تحية لكل المعلمين والأساتذة السوريين اللي موجودين بعدهم عم يعطوا من قلبهم على رأس عملهم رغم كل التحديات والظروف. أسبوعيا تجينا نفس الاستفسارات، المواصلات مكلفة جدا بالنسبة للمدرسين، توطين التعليم. يعني دائما بتلاقي الخريج بيبحث عن المسابقة ليتوظف ويصير مدرس لأنه هذا هي دراسته. بس مثلا بعثت لنا واحدة أنا من طرطوس وعم درس بالمزة، طب أنا مستأجرة غرفة ب 250 ألف هي الغرفة اليوم بالمزة، إذا بنحكي عن بيت أرقام خيالية. توطين التعليم وين واصلين فيه؟ حتى الرواتب، يعني حتى لو استضفنا مرة واثنين رح نرجع نسأل نفس السؤال، هل في إمكانية رفع هي الرواتب بعد رأس السنة؟ يعني أقوال عم تقولوا بعد رأس السنة ممكن يتم رفع، لأنه عم نحكي عن سقف 150-175 ألف بدها تدفع مثلا أجار غرفة 250. هذا السؤال. توطين التعليم كثير مهم، يعني في كثير من الناس عم تتعذب وهي ما في. يعني إذا بدي أرجيك الرسائل عن توطين التعليم والاستفسارات حقهم موجعة يعني، ومع ذلك متمسكين هن بهي الوظيفة وحابين يشتغلوا وقبلانين طمعانين بكرمكم. هاي من الآخر مو كرمنا، هذا واقع. يعني أنا بالنسبة لتربية دمشق إذا ما عندي شاغر بقطاع المزة ما فيني أعين مدرس بقطاع المزة، ونحن بنعرف إنه المناطق المتاخمة لحدود دمشق واللي فيها مناطق سكن العشوائي مثل ما بنقول هي المناطق الأكثر تجمع والأكثر يعني وجود لأعداد وكوادر مدرسينا. فأنا بقطاع المزة ما فيني استوعب جميع المقيمين بقطاع المزة. لا هي عم تقول لك انا من طرطوس ساكن بالمزه، يعني توطين التعليم انا ممكن لسه. هلا هدول مسابقه العقود، التعيين تم لصالح تربيه دمشق، هي اللي قدموا على تقدمت بعرف اكيد لمسابقة. بعرف بس هي عم تقول مضطره، يعني هي عم تستفسر بقول لك ما جبرك على المر الا اللي امر منه. هي عم تطرح مشكلتها، هي مو مشكله فقط العقد شريعه المتعاقدين. صحيح، وقعت عقد لصالح تربية دمشق، يجب أن تلتزم بشروط العقد، هي يجب أن تداول. إذا جابت إذا قالت لك في شاغر ممكن تنتقل وين؟ بالمزة؟ بطرطوس. إذا قالت لك في شاغر لا، ما لا يحق، لا يحق للعقود النقل، وإنما السيد وزير التربية مراعاة لظروف بعض أسر الشهداء وذوي
الجرحى ممن لديهم إعاقات خلال الحرب الكونية وذوي الشهداء عفوا وذوي العسكريين يقوم بتحديد مركز عمل للحالات. التوطين التعليم قديش عم تشتغلوا عليه؟ كثير، بس نحن في عندنا مناطق فيها كثافة سكانية وبالتالي كثافة مدرسين. أنا في عندي مناطق بدمشق أبحث عن مدرس فلا أجد بسبب يعني عدم انتظام التوزع الجغرافي للمدرسين. ومثل ما حكيتي أنت أنه أنا بروح باتجاه المناطق الأرخص لأستأجر غرفة أو منزل ممكن أسكن فيه. فهذا الواقع اللي عم يفرض علينا تحدي كثير بتأمين كوادرنا من جهة وتأمين مدارسنا من جهة أخرى. إن شاء الله نحن دائما نتمنى من وزارة التربية يعني يكون لهم شيء خاص اليوم. نتمنى من وزارة المالية معي المالية. أنا ضم صوتي لصوتك. نحن صوتنا مع صوتكم اليوم إن كان وزارة المالية. اليوم يوقعون يكون افضل، يمكن يعني هنن المفروض يكون اعلى راتبهم لانه هنن حاملين المسؤوليه الاكبر. يعني خلينا نروح لمسابقه التوجيه، هلا هي حاليا الفحص صار على الابواب، نحكي عن اهميه هي المسابقه ومن اليوم الاشخاص اللي راح يتم فحصهم، حيكون الجميع المقدمين الاختصاصيين التربويين والموجهين؟ طبعا سيخضع للاختبار جميع المتقدمين والموجهين الاختصاصيين والتربويين ممن يمارسون عملهم وقائمين على رأس عملهم اليوم. يعني جميع الموجهين الاختصاصيين والتربويين. شو أهمية هذه المسابقة يعني؟ هي رفع كفاءة الموجه الاختصاصي الذي هو العماد الأساسي بتقييم زميلنا المدرس وعمل زميلنا المدرس، وبالتالي رفع سوية العملية التعليمية ضمن مدارسنا. طيب جانا استفسار هلا بما يخص تعويضات موجهين الاختصاص او التربويين، الموجه المسؤول اكثر من المدرس، لا يوجد اي تعويض عن التنقل للموجه خصوصا في ريف دمشق ومساحات شاسعه، لماذا لا يستحق الموجه الاختصاص او التربوي اي علاوات او تعويض لقاء ذلك؟ نفس الكلام لمدير المجمع التربوي. هلا اعتقد ان بمحافظه ريف دمشق، طبعا ليس لدي معلومة كافية، ولكن بمحافظة ريف دمشق أعتقد أن هناك ما يعرف بإذن السفر لمن يكلفون بمهام خارج حدود المحافظة. طبعا أما إذا ضمن المجمع التربوي، أنا معلوماتي أنه ضمن المجمع التربوي في موجهين تربويين واختصاصيين، فالموجه التربوي والاختصاصي ضمن المجمع التربوي يجب ان يشرف على مدارسه. سفر ولا بدل سفر؟ نفس الشيء. قديش قيمته الماديه؟ هلا هذا اذا خارج حدود المجمع التعليمي، بس انا معلوماتي انه بالمجمعات التعليميه بكل مجمع تعليمي في موجهين اختصاصيين كادر لمنطقه المجمع التعليمي، وبالتالي اعتقد لا يستفيد من هذه الموجه. أما بالنسبة للتعويضات فالموجهين الاختصاصيين والتربويين كما زميلنا المدرس في الصف يحصلون على تعويض طبيعة العمل وهو 40%. 40% صحيح. طيب خلينا نروح لسؤال من هو كذا استفسار، ولكن هيك حنجزئهم كرمال نعطي كل سؤال حقه. عم يسألونا اليوم فرق الترجمة هل عن جد صار ضمن الوكالة الاختصاصية أو هي مجرد أقوال؟ يعني اليوم التربية صرحت بشكل رسمي؟ لا، الترجمة للتعليم المفتوح هي تعامل معاملة الوكالات، لأنه مو الوكالات ساعات التكليف، لأنه في مواد بالترجمة تنقص عن مواد الأدب الإنجليزي، وبالتالي لم تعامل نفس المعاملة. تحديد النصاب قديش؟ 20 ساعة دراسية؟ 22 للوكالة الاختصاصية. طيب عم يسألونا أيضا ضمن نفس السؤال عن باب التقديم عن الوكالة الاختصاصية أو الساعات لديكم. مفتوح دائما وحسب الحاجة. ومين اليوم اللي بيحق يقدم له؟ كل حدا بيدرس يعني حق له؟ هناك تسهيلات تقدمها وزارة التربية وبلاغات يصدرها السيد وزير التربية لاستيعاب جميع المتقدمين من جهة وتأمين الكوادر اللازمة للعملية التعليمية من جهة أخرى، وهناك تساهل كثير في معظم هذه المجالات لاستقطاب جميع من يرغبون بالدخول إلى مدارسنا كزملاء مدرسين سواء بوكالة اختصاصية أو بساعات تكليف حتى السنوات الثانية والثالثة والرابعة في بعض الاختصاصات الجامعية. طب يعني نهاية عام 2022 بداية عام 2023 في خطة
عم تقوموا بوضعها لوزارة التربية لتجهيز المدارس، أو ضمن هي المشاكل أنه لازم نكون حالين واحد اثنين ثلاثة محققين هيدا الهدف المعين؟ أكيد في جهود يعني كبيرة عم تقوموا فيها بالكواليس. طبعا في وزارة التربية هي خلية نحل تعمل ليل نهار. صحيح. وأنا أعلم أن وزارة التربية يعني وزارة التربية هي وزارة الدفاع التربوي. صحيح. يجب أن يطلق عليها اسم، لأن زملائنا المدرسين وكوادرنا التدريسية هم الذين وقفوا في الصف الثاني خلف الجيش العربي السوري. صحيح. في هذه الحرب الكونية، لأن الحرب الكونية استهدفت بالدرجة الأولى هي من استهدفت مراكزنا التعليمية، مدارسنا، معاهدنا، جامعاتنا، وبالتالي حمل الزميل المدرس وحملت وزارة التربية الكثير من الأعباء لمواجهة هذه الحرب الظالمة. وهناك ورشات عمل دائمة في وزارة التربية، سواء عن طريق مركز تطوير المناهج التربوية أو مركز تقويم القياس الذي اجتمع منذ يومين لرفع السوية التعليمية وتجهيز كل متطلبات نجاح العملية التدريسية. طيب استاذ، هيك سريعا نجاوب كرمال نجاوب على معظم الاسئله. اليوم عم يسالونا انه مدير المدرسه اليوم هل انه هو من حقه انه ما يوافق على احاله مرضيه الانسه او المعلم قدمها؟ المدرس او المعلم حقه ان يحصل على الاحاله المرضيه، ومرجعيه قبول او رفض هذه الاحاله منوطه بدائره الصحه المدرسيه. هناك طبيب صحه مدرسيه يقرر ما اذا كان هذا الزميل المدرس بحاجة للاستراحة أو غير بحاجة، وهو من هو صاحب القرار في هذا. أما مدير المدرسة لا يمكن أن يمنع الإحالة عن أي زميل مدرس. معلومات كثير مهمة أكيد اليوم، ويعني إن شاء الله نكون قدرنا نوصل صوت كل الأشخاص اللي راسلونا عبر صفحتنا. بدنا نتشكر حضورك لليوم، وبدنا نتمنى لكل العاملين بوزارة التربية النجاح. شكرا لحضرتك. شكرا لك. أكيد يعطيكم ألف عافية، جهود جبارة عم تقوموا فيها بوزارة التربية، وتحية لكل العاملين فيها ولكل المدرسين السوريين على المجهود الكبير اللي عم يقوموا فيه. نتمنى مع بداية العام يكون في زيادة للرواتب هيك شوي محلبة للجميع. مرة ثانية كل عام، وزملائنا المدرسين على امتداد ساحة الجمهورية العربية السورية. شكرا لك.